وللمزيد بشأن مساعدات هيئة علماء المسلمين معنا هاتفيا من أربيل دكتور ناصر الفداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. مرحبا بك دكتور ناصر. بداية يعني ما تفاصيل الحملة الأخيرة لمساعدة الطلبة في مدرسة صلاح الدين الأيوبي بمحافظة السليمانية؟ حياكم الله أخي الكريم. وحياك الله وسهلا. جاءت هذه الحملة التي تقدمت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي بهيئة علماء المسلمين، وتضمنت توزيع المساعدات المالية والمصاحف على المدرسين المحاضرين والطلبة المتعاقدين في المدرسة، مدرسة صلاح الدين الأيوبي المختلطة في ناحية نصر بقضاء حلف التازة في محافظة سليمانية. شملت هذه الحملة التي تقدمت فيها المنظمة وهيئة علماء المسلمين جميع الطلبة المتعففين في هذه المدرسة الذين يعني يعيشون معاناة مأساوية مع عائلاتهم التي هجرت عن مناطق سكناها على مدى 4 سنوات. نعم. تكمن أهمية هذه الحملة حقيقة، يعني هذه الحملة لها ميزة خاصة في أهميتها، في أنها استهدفت الطلبة يعني الذين تعجز عائلاتهم عن دفع ديونهم الدراسيه. غالب هؤلاء الطلبه من مناطق جبل الصخر شمال بابل. وكذلك مناطق شمال بابل الاخرى ومناطق بيجي وصينيه ويثرب من محافظه صلاح الدين ومناطق دياله ومناطق اقضيه خزان بغداد، ممن حقيقه لا يسمح لعائلاتهم بالعوده الى مناطق سكنهم. غالبهم كانوا يعتمدون قديما على الزراعه كمورد رئيسي لمعيشتهم. بالتالي يعني كما أشار، وكذلك أحوال التدريسيين كيف هي في السليمانية وفي مدن كردستان عموما؟ نعم، أحوال التدريسيين، هؤلاء التدريسيين منهم محاضرين يعني تطوعوا مجانا في هذه المدارس على مدى سنوات ماضية، كانوا يأملون في الحصول على فرصة يعني تعيين في التربية. نعم. لكن يعني توالي السنوات حقيقة يأسوا من هذه الفرصه، كانوا على وشك ان يتركوا المدارس، لكن لما جاءت حملت هيئه علماء المسلمين ومنظمه ام القرى بالمساعدات والمنح الماليه للمدرسين والطلبه، حقيقه يعني زادتهم اصرار على مواصله العام الدراسي والسعي في التحصيل الدراسي بالنسبه للطلبه. المدرسين كذلك يعني وجدنا فيهم اصرارا على مواصله العام الدراسي واتمامه حتى لا تضيع فرصه دراسيه امام ابنائنا الطلبه. اذا ما تاثير هذه الحملات في اعانه الطلبه والتدريسيين في تلك المناطق، وهل هناك حملات مماثله بهذا الشان مقبله؟ نعم، تأثير هذه الحملات على الطلبه انها يعني خففت من كاهل عوائل هؤلاء الطلبة عن نفقة أجورهم، أجور النقل من مناطق سكنهم إلى المدرسة النائية البعيدة حتى عن الطريق العام. نعم. كذلك المدرسين يعني وجدنا فيه فرحة كبيرة يعني على وجود الطلبة على المدرسين، وجدنا في الطلبة والأساتذة المدرسين إصرارا بل وزخما جديدا في الاندفاع والإصرار لمواصلة مسيرتهم الدراسية وتحقيق طموحهم العلمي وتحدي الصعاب، يعني كلها من اجل ان لا تفوتهم فرصه الحصول على الشهاده العلميه التي تعود بالفرحه على اولياء امورهم واسرهم، ليقدموا اعظم ما يفرحون به والديهم واسرهم ويعوضون بهذا التحصيل لعائلاتهم عن الغربه والفاقه والعوز والشده في الظروف التي يمرون بها في ظروف النزوح، وهم على مدى 4 سنوات حقيقه لا يملكون رواتب كما اشار تقريركم بوضوح. شهادات العوائل اكدت على انهم لا يملكون اي عائد مادي او مالي خلال السنوات الاربعه، وهم في مرحله استنزاف على مدى 4 سنوات. جاءت هذه الحمله حقيقه لتعين هؤلاء العوائل وكي تعينهم على تجاوز هذه المحنه. اتفقنا مع المدرسه على ان شاء الله مواصلة الإعانة مع الأيام القادمة والأشهر القادمة. نعم. حينما يتيسر التغطية لهذا الأمر بإذن الله. أشكرك على هذه الإيضاحات دكتور ناصر الفداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى من أربيل.